استجابة لدعوة طلبة مدرسة الرفاع فيوس، حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، حرص على الإطلاع على مشروع ريفيا لترميم البيوت القديمة لطلبة المدرسة، وهو مشروع طلابي تطوعي خيري. يستمر مشروع ريفيا لترميم البيوت القديمة للسنة الثانية على التوالي، وبناء على ذلك جاء حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية على زيارة المشروع الذي يأتي ضمن الأعمال التطوعية التي يقوم بها طلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية لتعزيز اللحمة المجتمعية وغرس حب العمل التطوعي لدى العموم. وقد أكد سموه أن العمل التطوعي من أهم الأعمال التي يمكن أن يحسن الشخص فيها نفسه ومجتمعه، وأن يزرع بذور الخير التي ستنبت عطاء أكبر وسيستمر لفترة طويلة تتوارثه الأجيال. في البداية احنا حابين نشكر جميع مجلس إدارة هذه المدرسة بالأخص رفاع فيوز على قيامه بهذا المشروع الفريد من نوعه. طبعا هذه فكرة من الطلبة بنفسهم انهم يجمعون التبرعات ويلفون في الفرجان والمناطق المختلفة ويشوفون البيوت اللي تحتاج الى ترميم، وهم بسواعدهم وبنشاطهم ويعني بعض المساعدات من اصحاب الخبرة يقومون ببناء وترميم هذا البيت. القصد الاول والاخير طبعا ما في شك ان الدولة تقوم بكل الاعمال الخيرية، ولكن الدولة تحتاج سواعد وتحتاج كوادر مثل هذه الكوادر اليوم شفناها اللي تساهم في أعمال الخيرية، لأن اليد بروحها ما تصفق، تحتاج مجتمع كامل متكامل يسعى إلى دعم الخير. وثانيا هالعيال اللي احنا شفناهم اليوم هالعيال عايشين بخير ولله الحمد في ظل قيادتنا الرشيدة، ولكن إذا ما شافوا الناس اللي محتاجين ولا حسوا بالحاجة ما يقدرون الحياة ولا يقدرون المساعدة ولا يقدرون المساهمة. فأنا أشكرهم على هذه المساهمة، وهذه تربية وهذه تنمية لمجتمع يكون واعي لما حوله، ما يكون بس في مثل ما تقول يعني بين الأقواس اللي هو عايشها، لكن لازم يشوف جميع الأطراف وجميع الزوايا، بحيث أنه يعني إذا شاف كل المجالات يقدر على الأقل النعمة اللي هو فيها. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية اجتمع بالطلبة الذين ساهموا في ترميم المنازل القديمة، وقد أشار إلى أهمية المشاركة الخيرية والانضمام لها، مؤكدا على دور المؤسسات الخيرية وعمق أثرها في المجتمع. احنا نشكر المدرسة وما نستغني عن دعم الشيخ ناصر في كل الأعمال الخيرية في البلد. نتمنى نكمل هالمشروع ونفرش البيوت لكي العوائل الساكنين فيها يعيشون يعني معيشة مريحة. تشرفنا بزيارة الشيخ ناصر لموقع المشروع البسيط لكن الكبير في معناه في إعادة ترميم بيتين في الرفاع العام. المدرسة مدرسة الرفاع فيوز طورت بيت واحد بجهد كامل من الطلبة، الطلبة هم اللي قاموا بجيب التبرعات بالتخطيط وبإيجاد البيوت اللي تحتاج إعادة ترميم. مشروع ريفيا مشروع طلابي خيري تطوعي يشرف عليه الطلاب بمساعدة الجهات والمؤسسات الراعية، حيث يقوم الطلبة باختيار البيوت ودراسة حالة العائلة الساكنة فيها واحتياجاتهم، ويعملون على توفير المبالغ لترميم البيوت القديمة. فكرة المشروع هو أن الطلاب يقومون بأعمال تطوعية يخدمون فيها وطنهم ويطبقون القيم اللي يدرسونها في المواد الدراسية يعني بشكل يعود بالنفع على وطنهم
وحتى يدخلون السرور على الآخرين فهم يحسون بالسعادة والسرور لما يغيرون في المجتمع. هذه هي السنة الثانية التي يعمل بها الطلبة على هذا المشروع، وفي هذه السنة أيضا نعمل على منزلين، فهذا المشروع ضخم ويساعد سكان المنازل. هاي البيت في عائلتين يعيشون، والبيت حالته مو بزينة، فقلنا نروح نشوف هاي البيت ونساعد الناس اللي هناك، يعني نبي البيت مرة ثانية. هذا المشروع التطوعي الخيري يأتي ضمن مشاريع خيرية عدة تلقى اهتماما كبيرا من قبل القيادة الرشيدة لما تحمله المشاريع المدرسية الخيرية من خير ومنفعة وعلم، كما تسعى المدارس إلى الارتقاء بالعمل التطوعي والخيري إلى أعلى مستوياته، مجسدة رؤية المملكة وخطواتها في رسم طريق يزخر بالعطاء للأجيال المقبلة لتكون مهيئة لتولي زمام المبادرة.